بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض طبق مصري 100% شعبي اقتصادي صحي، هو شوربة الفول النابت. إن شاء الله هنشوف هنقدمه إيه مع بعض إزاي وهننفذه مع بعض إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة ان شاء الله انا جايبة لكم وصفة لأكلة شعبية اقتصادية صحية وجميلة جدا، هي الفول النابت. مش عارفة يعني ايه احنا كلنا نعرفها ولا لا. هي ان احنا بنجيب الفول وبننقعه كام يوم كده لحد ما ما بينبت كده، عشان كده مسمينه ايه الفول النابت. ايه طلع عليا حته صغننه دي، عشان كده ايه اسمه ايه ده الفول النابت، ده هو بينبت يعني. والاكله دي يا جماعه صحيه جدا ومغذيه جدا وخفيفه جدا على المعده، وطبعا ايه تعتبر برضو من الاكلات الدايت. فهي مقاديرنا هي عباره عن فول نابت، جزرايه مخرطه، بصلتين، طماطمايه، ملح، كمون، شطه، بابريكا، فصين ثوم، ورق لورا، وحبهان. احنا بنتعامل معاه في السلق زي ايه الفراخ واللحمه. نشوف بقى ان شاء الله هنكمله ازاي. بصوا يا جماعه، ادي الميه هي حطيناها على النار بدات تغلي. هنعمل ايه؟ هنحط البصل طماطمية وفصين الثوم، ونكون فصين الثوم دول احنا فاتحينهم كده شقينهم كده من النص، تمام، والحبهان ورق اللورا. اهو هنبدأ بقى ايه نحط ايه الفول. اهو يا جماعة نبدأ نجيش الفول. بسم الله. وبنسيبه بقى ايه ان شاء الله ياخد غلوتين، علشان لو عمل ريم او حاجة بس يا جماعة اهو بدأ يغلي. هنبدأ ايه نشيل الريم ده، الرغاوي اللي عليه دي هي هنبدأ ايه نشيلها. نشيل الطبقة ايه ديت. ادي يا جماعة اهو بعد ما شلنا الريم اللي من فوق او الرغاوي اللي بتبقى فوق، هنضيف ايه الجزر اهو، نديله ايه تقليل. الجزر يا جماعة بيرفع من قيمته الغذائية، هو اصلا المفروض هو بيتعمل من غير جزر، بس الجزر بيرفع من قيمته الغذائية وبيخفف من تأثير البقول اللي هي بتبقى في الفول على المعدة، تمام. ادي كده حطينا الجزر، وهنبدا بقى ايه نحط التوابل. انا ما رضيتش احط التوابل دي في الاول علشان خاطر لما اجي اشيل الريم هتطلع معايا، فدلوقتي ان شاء الله بقى ايه احط الملح والشطه والكمون والبابريكا. بسم الله. هما نبدا بقى ايه كده اهو نسيبهم ونسيبه بقى ايه ان شاء الله يستوي، ونشوف بقى ايه هنقدمه مع بعض ازاي. دلوقتي بقى يا جماعة ان شاء الله هنعمل ايه السلطة اللي هي بتتقدم جنب النابت، الفول النابت، تمام. اول حاجة هي بتبقى عبارة عن ايه، هقول لكم بقى مقادير: خضرة، البقدونس وكزبرة وشبت وطماطم مخرطة وبصلاية وقرن فلفل وليمون وملح وشطة وكمون، تمام. اول حاجة هنعمل ايه، هنجيب البصلاية ونحطها ونحط عليها ملح وشطة وكمون، بنقلبها ايه كويس، وبعدين بنحط عليها ايه خل
معلقه خل، انا كنت نسيت اقول خل وزيت كمان اهو، وبنحط معلقه خل وبنعصر نص ليمونه وبنقلب ايه التوابل دي كلها ايه مع بعض ايه مع البصله تمام. وبعدين سهله جدا يعني هي سلطه، بس انا قلت بالمره ايه نعملها ايه مع بعض. وبعدين بجيب الخضره بحطها اهي وايه واقلبها برده مع ايه البصله. وبعدين بحط قرن الفلفل تمام كده يبقى كده احنا حطينا البصله وملح وشطه وكمون وخل ونص ليمونه وايه، وهنبدا بقى ايه نحط الطماطم. بسم الله اهي. بص طبق سلطه ما اخدش ثواني بصراحه اهوت مع بعض اهوت، وبنقلبه وهو ده بيتقدم ايه ان شاء الله مع الفول. هنبص بقى ايه على الفول نشوف ايه ايه اخباره بقى ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ايه على النار. وادي يا جماعه اهو ادي الفول نابت استوى السلق معايا اهو تمام باين اهو. هنبدا بقى ايه نشوف هنعمله ايه ازاي. ادي يا جماعه ادي الفول بتاعنا اهو خلاص السلق وانا طفيت عليه والجزر استوى. هنبدا ايه نغرفه اهو ونشوف بقى ايه ان شاء الله يتقدم ازاي. وادي يا جماعه الفول النابت اهو بعد ما طلع غرفناه مستوى. هنشوف بقى هو اصلا بيتقدم بقى ازاي اهو. بيتحط له كمون وشطه على الوش وبنعصر ليمون ليمونه اهي. بسم الله اهي نعصر عليه ليمونه وايه وزيت زيتون. الاكله دي صحيه جدا يا جماعه وخفيفه جدا اهي. وايه نقلب بقى ايه كل الايه الحاجات دي اهي اهي كده ونشوف بقى ان شاء الله التقديم النهائي مع بعض. هي يا جماعه الاكله ده هي بتتقدم كده اهوت في مصر هنا، اللي هي الفول النابت مع السلطه الخضراء والعيش الناشف اهي. اتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله بألف هنا وشفا وصحة وعافية على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.